لاغوسيت تاع اليوم لي ريتش بوند، غادي تسحقوا 100 غرام تاع سكر مع زوج حبات بيض وان بانسيت سال، خلطوهم مع بعض ومن بعد تزيدوا 175 ملل تاع الزيت، زيدوا معاه معلقه كبيره تاع لافاني، زيدوا ساشي دو لوفور شيميك و 350 غرام دو فارين، خلطوا كل شيء، غيلموا العجينه ما تعجنوهاش، ومن بعد فو فورمي دي بول وحطوهم على سنير كوفير دو بابي كويسون، دخلوهم يطيبوا على 200 درجه لمده 15 دقيقه. ابري سا دون ان بول ديروا 250 غرام دو كونفيتور مع كاس صغير ما زهر، خلطوا كل شيء باش لا كونفيتور تولي ليكيد شويه، غطسوا دو كاتو في هذيك لا كونفيتور، عمروهم مليح كونفيتور، من بعد لصقوهم للزوج مع بعض وحطوهم في لانوات كوكو غابي وعمروهم نوات كوكو من كاع لي كوتي وتولي لكم اون بول دو نوات كوكو. ولا فيديو كومبليت تلقاوها سور ما شان يوتيوب برينسا كيتشن. نوبليي با دو فوز ابوني.